نحن أمام مدينة سميت بما يزيد عن 90 اسما، 90 اسما، وكثرة الأسماء كما يقول الأدباء والمفكرون، وكثرة الأسماء من عظمة المسمى، لأن لو لم تكن تستحق تلك الأسماء لما سميت بها. 90 اسما، وأنا أضفت إليها مدينة التاريخ، مدينة العظمة، مدينة الإنسان. كلما كل قيمة اجتماعية علمية يمكن أن توصف بها تلك المدينة التي أنتم الآن تشرفون في وجودكم معها.